نرحب بكم مشاهدينا في الجزء الخامس من تغطيتنا، وعند بادية ذي بدء نعزي الشعب الجزائري باسم المغاربية وكل طواقمها الإدارية والفنية والتحريرية بهذا المصاب الجلل، وكذا عائلته وقادة جبهة القوى الاشتراكية ومناضليها كافة. مشاهدينا، شاء القدر أن يودعنا الزعيم التاريخي والمجاهد الرمز حسين أيت أحمد في ليلة المولد النبوي الشريف، تاركا وراءه سجلا حافلا بالجهاد والنضال قبل الثورة التحريرية وأثناءها وبعد الاستقلال. ودعنا آيت أحمد والقريبون منه يقولون لقد رحل الرجل وفي قلبه غصة من أوجاع بلده الذي لم يقصر في خدمته، بل التفاني في جعله حرا كريما تسوده الحريات الأساسية عبر كل هذه السنين. ماذا خسرت مشاهدين الجزائر بفقدها للمجاهد آيت أحمد؟ ما هي أبرز محطاته النضالية؟ وكيف تستفيد الجزائر شعبا وحكومة ومعارضة من نضاله وأفكاره؟ شاءت الأقدار أن يودعنا الزعيم التاريخي حسين أيت أحمد في ليلة المولد النبوي الشريف، تاركا وراءه سجلا حافلا بالجهاد والنضال قبل الثورة التحريرية وأثنائها وبعد الاستقلال. 70 عاما قضاها الراحل حسين أيت أحمد في النضال، لم ينافق ولم يداهن طول حياته، ولم يتخذ من السياسة مطية لمنافع شخصية، بل كان مثالا للمعارض النزيه الذي حمل هم الجزائر في قلبه. كان الدا حسين كبيرا قبل الثورة التحريرية، بل كان من الشباب المتحمسين لتفجير الثورة لاسترجاع الاستقلال، وتأكد هذا الاتجاه لديه بعد مجازر 8 ماي 1945، ليكون أبرز المؤسسين للمنظمة الخاصة، بل رئيسها بعد استشهاد محمد بلوزداد. وكان الفقيد كبيرا أثناء الثورة، عندما كان يصول ويجول في عواصم العالم للتعريف بقضية وطنه في نيويورك وباندونغ والقاهرة وباريس وغيرها، كما تعرض للاختطاف لما كان على متن طائرة مع قادة للثورة، ورغم انتخابه عضوا في المجلس التأسيسي عن ولاية سطيف بعد الاستقلال، فقد رفض التوجه الأحادي للسلطة الحاكمة وقال كلمته التي كلفته الكثير فيما بعد. ودخلت الجزائر في أزمة دموية واقتتال بين رفقاء السلاح، لكن الله سلم، لتبدأ سنوات الفرار والمنفى. ولم تمر بالجزائر محطة تاريخية إلا وكان الزعيم أيت أحمد حاضرا فيها، وبقي متشبثا بموقفه الذي ينص على دولة مدنية خالية من قبضة الأمن والعسكر، تغمرها الحريات الأساسية، وتذكر له الساحة السياسية انتصاره لحقوق الإنسان ورفض الانقلاب الدموي الذي أطاح الشرعية الشعبية في التسعينات، ومشاركته في لقاء سانتيجيديو التاريخي في روما رفضا لسياسة الكل الأمني، وتفضيله مع الراحلين عبد الحميد مهري وعبد القادر حشاني وغيرهما. المصالحة الوطنية العميقة التي لا تقصي أحدا، وتعيد الكلمة للشعب في تقرير مصيره بنفسه بدلا من دبابات الجنرالات. فقدت الجزائر ثوارا كبارا قادوا وشاركوا في الثورة التحريرية، ولكنها اليوم تفقد حسين أيت أحمد وفي داخله غصة مما آلت إليه الأوضاع في بلده الجريح في مختلف القطاعات والميادين. التقرير للأخت سمية طالب، مشكورة. معي في الاستوديو مشاهدينا الكرام عبد الله أنس المحلل السياسي. أستاذ عبد الله، بعد الترحيب بك، ماذا خسرت الجزائر بفقدها مناضلا مجاهدا رمزا في الثورة التحريرية وبعدها آيت أحمد؟ أشكرك شكرا جزيلا أخي عثمان والمشاهدين الكرام. يعني ولربما من المبشرات، لأنه الإنسان المؤمن هذا له مبشرات، ولعل من هذه المبشرات التي نرجو الله أن تشمل آيت أحمد حسين وجميع موتى المسلمين، وهو أن مناسبة وفاته يعني تصادفت مع مولد النبي الشريف، هذه الذكرى العظيمة التي يعتز ويفتخر بها كل مسلم على وجه الأرض. فنرجو الله أن تكون هذه المناسبة إن شاء الله سببا في دخولنا ودخول آيت أحمد ودخول جميع المسلمين في شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أمين. وكذلك نستغل هذه المناسبة، بالرغم من أن
رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ عباس مدني حفظه الله، أول ما جاء الخبر في الساعة الأولى أو في اللحظات الأولى يعني بكل الحزن والأسى قدم تعازيه، ونكررها الآن، يعني نقدم يعني عزاءنا ومواساتنا، ونسأل الله الصبر والسلوان لعائلته المباشرة يعني من أولاد وأحفاد، وكذلك نتمنى الصبر ونتمنى الثبات لمنظمته ولحزبه ولمناضليه في حزب القوى الاشتراكية، ومن ثم كل الشعب الجزائري بهذا المصاب الجلل. فعلا أخي عثمان، يعني ولا ربما هناك ما تميز به هذا الشخص أو هذه الشخصية الفذة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال يعني المناضل ليس بالسهولة، لولا ثبات الله للناس لا يمكن المناضل السياسي الذي يحمل رسالة ويحمل فكرة في الغالب، والتاريخ يشير إلى ذلك غالبا، يعني هي تشبه سفح الجبل، يعني عندما يكثر الناس عند سفح الجبل، ولكن ليس كل الناس يصلون إلى قمة الجبل، فما بين سفح الجبل وبين قمته معاناة كثيرة، وكثير من الناس لا يصلون إلى سقف إلى القمة، إلى قمة الجبل، لأن من يصلون إلى قمة الجبل المناضل هذا يتعرض في كثير من الأوقات إلى القمع، أو يتعرض إلى شراء ذمته، والقليل من الناس من يثبت أمام هاتين الوسيلتين، وهي وسيلتان خطيرتان، لأن المناضل أحيانا يعني يخضع وينكسر أمام الجلد أو أمام التهديد، المنع من السفر، الطرد من العمل، السجن، ولربما يصل إلى القتل، وقد مورست على هذا الرجل الكبير، والكبير هو ربي، مورست عليه هذا، وتعرض إلى كثير من المحطات خاصة في امتحان بعد الاستقلال. ثم أيضا تعرض عليه الدنيا التي يجري وراها الناس والمتمثلة في أعلى هرم في السلطة، ألا وهو رئاسة الجمهورية. فالحقيقة يعني أنتم تعرضتم اليوم عبر هذه التغطية الرائعة في حق هذا الرجل، يعني تطرقتم إلى بعض المناقب التي تخص الجوانب التاريخية في هذا الرجل، ولكن المناقب التي يحملها هذا الرجل، أول منقبة أو أول خصوصية في هذا الرجل أنك تكون صائب بعد الاستقلال، ويوفقك الله أن تكون صائب أيضا بعد الاستقلال، يعني قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، يعني ليس بسهولة أن تتخذ أو أن تكون ضمن تلك الكوكبة التي اتخذت ذلك القرار السليم الذي أثبت التاريخ أنه كان قرارا سليما، ألا وهو أن الجزائر لا يمكن أن تتحرر وأن تستقل من المستعمر إلا بخيار السلاح. فأثبتت بعد، كانت الآراء مطروحة في ذلك الوقت أن ربما، وليس تشكيكا في النوايا، وإنما كانت هناك في ذلك الوقت قراءات أخرى أن ربما الشعب غير جاهز للسلاح، ربما المستعمر ما أقوى منا، ربما الظروف ما تسمحش، كانت فيه كثير من ربما، لكن آية أحمد كانت له نظرة، يعني من الطينة التي كانت تنتمي إلى تلك الكوكبة التي قالت لا، إنها هذه اللحظة التي لا يمكن أن نفرط فيها السلاح. وبعد ذلك يتم الاستقلال، وتثبت التاريخ يثبت أن تلك الرؤية اللي هو خيار المقاومة المسلحة عبر الجهاد والاستشهاد كان خيارا صائبا. ثم بعد ذلك يختلف مع قرنائه بعد الاستقلال، لأن ليس كل من أصاب قبل الاستقلال في قضية اللجوء إلى العمل المسلح في التحرير قد ثبتوا على من نضال بعد الاستقلال، فهي أيضا كوكبة قليلة جدا التي أيضا أثبتت الأيام بعد هو الاستقلال. هو كان اختار التعددية بالضبط، يعني المشروع، أنا هنا أذكر يعني ربما أيضا كنت في سنة 90 زرت الشيخ عباسي مداني رحمة الله عليه، وهو أيضا من هذه الطينة حفظه الله، وكنت جاي من أفغانستان، طبعا أفغانستان ليس بعد التعفن الذي أصابها القاعدة وغيرها، لا أقصد جهاد الشعب الأفغاني النظيف مع ضد الروس، قال كلمة أوصي الأفغان، لازلت أذكرها وكنت في زيارة قصيرة للجزائر، فقال أوصي الأفغان ألا يقعوا
فيما وقع فيه الجهاد الجزائري. فقلت له كيف يا شيخ؟ فقال إذا ظن المجاهدون الأفغان أن بداية نهاية جهادهم هي بإسقاط عدوهم فستكون نهايتهم، بالعكس نهاية عدوهم وخروج عدوهم من أرضهم هي بداية النضال، أي بمعنى بداية الدولة، بداية الاستقرار، بداية الشرعية. هناك من يسمي ذلك بالجهاد الأكبر. فهنا يتفق، يعني هنا قدر الله يجمع بين آية أحمد ويجمع بين عباس مداني ويجمع بين عبد الحميد مهري مجموعة من الأسماء التي لم يعني التي لم تكن عندها ذلك الفراغ، يعني حملوا السلاح قبل الاستقلال ولكن بعد الاستقلال صار حمل السلاح مطية للارتزاق أو مطية للسلطة أو مطية للثروة. لا، هذه الأسماء اختلفت عن ذلك وهذا بتوفيق من الله. نعم، وهو كذلك. أرحب مشاهدينا الكرام بانضمام الدكتور أنور نصر الدين هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية من أمريكا عبر السكايب. دكتور أنور، ماذا يمثل المجاهد الرمز آية أحمد للجزائر؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أجدد أولا تعزيتي لأسرة الفقيد ولأصحابه في النضال ولمحبيه، إن لله وإنا إليه راجعون. حقيقة آية أحمد رحمة الله عليه خاصة بالنسبة إلينا نحن الجيل ما بعد الاستقلال يمثل حقيقة ذلك التنوع داخل المجتمع الجزائري، لأن لا شك بأن كان فيه تباينات في الآراء ونحن نتباين معه في الرأي، ولكن همنا كان واحدا وهو ليس استقلال الجزائر فقط وقيام بل قيام الدولة الجزائرية المعاصرة، دولة القانون، دولة أول نوفمبر بكل حذافرها، وكذلك الاتحاد المغاربي. فكان يعني وش حبي تقصد هنا أنه في بعض القضايا ينبغي أننا ندققها اليوم. صحيح أننا نتباين معه ولكن علينا أن ندرك كان هو أول من أدرك حقيقة أن فيه داخل المجتمع الجزائري تنوع، وحتى مثلا بعض المشوشين الذين أرادوا في الماضي وخاصة في الحم في ذيك الوقت التسعينات إلى آخره يعني الحب يحملوه المسؤولية لماذا قام بتلك المظاهرة نتاع 2 جانفي وأين رفض هذا الشعار نتاع لا لانتجريزم لطا انتجريس لا لطا البوليسي يعني وخدوها كأنها ذريعة للانقلاب وكذا. الجبهة الإسلامية إنقاذ آنذاك كانت واضحة في هذا الموضوع، حق التظاهر السلمي كان حقا مشروعا، والجبهة الإسلامية قد لم تكن معنية بتلك لطا انتجريست، لأنه وهذا كان لنا فرصة وخاصة لي شخصيا أننا شرحنا هذا الموضوع في لقاءات روما واتفقنا، ولذلك نرى ذلك العقد الوطني من أجل حل سياسي وسلمي للقضية الجزائرية. مفهوم الانتجريزم هذا وهو محاولة إكراه الناس على ما تؤمن به على أن يكونوا تنتجري، وبالتالي نحن كمسلمين لا نكره أحدا للالتحاق بنا ولا لقبول أجندتنا، بل لا نكره أحدا على ديننا. وثانيا نحن لا نريد لنطا ثيوقراطيك، الدولة الثيوقراطية لم تكن أبدا من مشروع الجبهة الإسلامية إنقاذ. فيعني هذا وبالتالي المشكلة ذريعة لإخداها الانقلابيون ذريعة فاسدة. وطبعا تفهم الوضع فيما بعد ربما لم يكن في الحسبان ما قام به، ولكن علينا أن نفهم لأن فيه البعض لا يريد التركيز على هذا فقط وينسى الموضوع الآخر والأهم، لأن نحن نمر الآن في مرحلة صعبة جدا، مرحلة تأسيس دولة جديدة زي ما كنا في 62. إذا كان جيل ما قبل الاستقلال فشلوا في قيام دولة أول نوفمبر آنذاك، نحن لا نريد الفشل في قيامها الآن،
وهذا يتطلب منا هذه ثقافة التعددية وثقافة التنوع. نحن كلنا نريد قيم تلك الدولة الاجتماعية الديمقراطية في إطار مبادئ ذات سيادة، في إطار مبادئ الإسلام، ونريد الحفاظ على جميع الحقوق والحريات. وقد انتبه إلى ذلك مبكرا يا دكتور أنور الراحل أيت أحمد، انتبه لهذه الفكرة مبكرا وعمل عليها في بعد استرجاع السيادة الوطني مباشرة، قال خلاص انتهى دور جبهة التحرير الوطني، علينا بالتعددية. نعم، ولذلك أنا أريد أن أنبه إخواني وإخواتي مما يسمى من التيار الإسلامي أننا نركز على هذه النقطة. هذا الرجل رحمة الله ونسأل الله له المغفرة وأن يتجاوز عن خطاياه ويتجاوز عن خطايا جميع المسلمين. علينا أن نركز أن لا نقع في الفخ أنت على الاستقطاب الذي دفعنا إليه النظام القائم في الجزائر منذ البداية، ونركز على هذه النقطة ونمد يدنا لكل من يسعى من أجل قيام دولة أول نوفمبر بحذافرها، لأن هذه النقطة مهمة جدا. وكان مدام الأخ ونسلم بالمناسبة لضيوفك والأخ عبد الله، نعم، عندما ذكر الشيخ حباس المدني حفظه الله كان من الذين وضح تماما مشروع الجبهة الإسلامية قد هو مشروع قيام دولة أول نوفمبر. نحن نعتبر أنفسنا امتدادا، وكل هذا التيار الذي التحق بالجبهة الإسلامية قد في مرحلة ما كان هدفنا هو هذا، قيام هذه الدولة، دولة أول نوفمبر القاسم المشترك. فهؤلاء مثل أيت أحمد ومن كان معه فتحوا لنا الطريق وهنونا في مشكلة الهوية لعديد من الشعوب المجاورة لنا لازالت تتخبط فيها. فنحن هؤلاء مثل أمثال أيت أحمد ومن كان معه يعني صرفوا علينا هذا الحرج، فحددوا لنا هوية هذه الدولة. فعلينا أن نتناسى لمرحلة ما، وخاصة في مرحلة التأسيس، نتناسى هذه الخلافات، نخرج من خنادقنا الأيديولوجية ونعمل معا من أجل تأسيس هذه الدولة. وهذا الذي أراه. فحقيقة أنا وجدت في الأستاذ أيت أحمد رحمه الله شريكا حقيقيا، شريكا حقيقيا من أجل حل الأزمة السياسية، أزمة اختيار السلطة السياسية في الجزائر، ومن أجل قيام دولة القانون. طيب سأعود لك دكتور أنور، أعود لك أستاذ عبد الله. كثير من الجزائريين يتساءلون هذا السؤال ويرونه سؤال مشروع وليس فقط مطروح. لماذا يلقى هذا المصير كثير من أبناء الجزائر الغيورين الذين خططوا للثورة، الذين شاركوا فيها، والذين عاشوا فترة الاستقلال؟ هناك من مات بعيدا عن وطنه مثل أيت أحمد، هناك من مات وهو يعاني الأمرين مثل عبد الحميد مهري، وهناك وهناك. فعلا يعني تساؤل وجيه من هذه الأجيال، ونحن ننضم إلى هذا التساؤل. فعلا شيء غير مفهوم عند هذا النظام. يعني ونسيت أن أذكر اغتيال رجل رمز تاريخي وهم نعم وظيفة. يعني عندما يعلنون الحداد 8 أيام، يعني سامحني على هذا التعبير، يعني بلوها وشربوا ميتها هذا التعبير. يعني الحداد 8 أيام ولا 3 أيام ولا 10 أيام ولا شهر، الأجيال لا تحتاج إلى أموات، الأجيال بحاجة إلى نظام يوظف ويستثمر في هذه القامات التي يستثمرون فيها بعد مماتها. يعني عندما يموتون تأتي الدولة، وشفت كيف الآن حسب الأخبار التي تسربت بالاتصالات إن صحت بعائلته من ربما من محيط الرئاسة، ويطلبون من العائلة أنه ربما أن يكون هناك حفاوة خاصة بالفقيد لما قدمه في التاريخ كرمز تاريخي وكذا. هذا لا يفيد الأجيال. يعني الحداد 8 أيام ولا شهرين مع الأموات ربما هذا شيء شكلي، لكن الأجيال من حقها على هذا النظام أنها تستغل هذه الأجيال بهذا الرصيد التاريخي، رصيد في العمل المسلح، رصيد في العمل الدبلوماسي، رصيد في العمل التنظيمي، رصيد في العمل الحزبي. هذا رصيد تشتريه الأجيال بالمليارات. الناس، أنت تعرف أخي عثمان، الآن حتى في السوق، في الجامعات وفي مراكز البحث، عندما يصل الإنسان إلى درجة إكسبرت، خبير،
حتى الساعة نتاعه في التدريس تختلف عن ساعة غيره. يعني ربما الأستاذ المتخرج في مادته مادته ساعته تكون $100 ولا 200 ولا 200 باوند، هؤلاء القامات أحيانا تصل إلى 10,000 15,000 يورو ودولار وكذا. لماذا؟ لأنهم يشترون. يعني أنت باش تقرأ تستنى نضال تاع 50 60 70 سنة كما جاء في تقريركم، هذه لو كان فيه نظام في خير لنفسه وللأجيال، هذه الآن تقدم كدراسات كبحوث في الجامعات كمناهج في التعليم، لأن هذه قامات جاءت بالدموع، جاءت بالدم، جاءت بالهجرة، جاءت بالاختطاف، جاءت بالسجون، جاءت بالعمل المسلح. أنا وش نستفيد لما تعطيني 8 أيام حداد بعد على الأموات ثم تغلق الأبواب وبعدين تغلق الأبواب؟ لأنه الاستفادة الحقيقية والفعل الحقيقي والاستثمار الحقيقي، وهو أنه عندما قال لكم في سانتيجيديو هو ومن كان معه من الأفاضل من تلك الكوكبة، وأنا ربما كنت في حلقة من الحلقات أيضا في تنظيم ما حضرتهاش بنفسي، ولكن كنت جزءا من التنظيم في هذا من بعيد من خارج البلد. فالمفروض هذه النصائح والاتفاق عقد روما هو اللي كان لازم ينفذ. قضية الانتخابات عندما فاز في 92 مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو وعبيد عبد الحميد مهري، عندما يعني النصائح القيمة أو الإرشادات أو المبادرات أو السياسات أو الرؤى التي قدموها للأجيال وقدموها للجزائر، هذيك اللي كانت المطالب بها النظام باش ينفذها إلى أمر واقع، وإلا اليوم ما كناش نتكلم على 250 ألف قتيل. كان جنبنا عقد العقد الوطني الذي وقع في روما، كان جنبنا 200 ألف قتيل. الانقلاب الذي أقدموا عليه باش لما يموت مهري ولما يموت الشيخ أحمد صحنون ولما يموت آيت أحمد حسين ولما يموت الطارب البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه، هذه قامات عظيمة أثرت في التاريخ. ومخطئ كثير أخي عثمان والمشاهد الكريم من يظنون أن آيت أحمد هو شخصية كبيل ينسبونه لمنطقة ما. هذا تقزيم لهذه الشخصية، ولا ربما البرنامج ما يسمحش. هذا شخصيته مع أحمد عزام ومع شخصيات في العالم العربي في التاريخ في العالم الإسلامي، شخصيات تربطها بآيت أحمد. فعندما تموت هذه القامات وهذه الأرقام الكبيرة، نأتي بعد ذلك ونحرص على دفنها في 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 مقبرة العالية، ونبعث له الفي اي بي وقاعة الشرف حتى ننقل جثمانه. لا نريد ان ننقل جثمانه، نريد ان ننقل افكاره، نريد ان ننقل مبادراته. كم وقف وكم مات بحسرة تغص في نفسه اي عبد الحميد مهري الله يرحمه، كم مات يعني الان آيت أحمد وهو في المنفى. فاذا هذه الافكار قضية المآتم وإعلان المآتم لمدة 7 أيام وعشرة أيام لا نريدها. طيب، هذه لا يريدها الأجيال. طيب، دعنا نسأل أحد أبناء جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس، يزيد بوعنان. أستاذ يزيد، هل هنالك بصيص أمل لأن تذهب الجزائر لتطبيق مشروع آيت أحمد، مشروع آمن، مشروع سلمي وسلس لنقل الجزائر إلى مرحلة تغمر الحريات الأساسية للمواطنين، حرية فكر وصحافة ورأي وما إلى ذلك؟ أخي يزيد بوعنان، يبدو أن فقدنا يزيد بوعنان وهو أحد مناضلي جبهة القوى الاشتراكية. أرجو من إخوة إعادة الاتصال به. معلش نعود نطرح هذا السؤال من جديد إلى دكتور أنور. دكتور أنور، هل للجزائر فرصة بصيص أمل عن طريق المعارضة ولماذا وعن طريق ربما ناس آخرين لإحياء هذا المشروع الذي كان يجري وراءه آيت أحمد طول حياته، أن تكون هنالك دولة جزائرية حرة اجتماعية، طبعا تكون دولة آمنة سلمية لا تذهب إلى العنف مثل ما شهدته في فترة التسعينات؟ والله هذا في أمل كبير مع التدقيق أن ما حدث في التسعينات كان من قبل الذين خسروا أو خسروا كسب ثقة الشعب، فلجأوا إلى القوة للبقاء في السلطة ورفضوا أي حل سلمي وسياسي للأزمة الجزائرية، لأزمة اختيار السلطة. ولذلك ما كان، وهذا حق شرعي وطبيعي في كل الشرائع،
ونحن كنا دائما نؤيد حق الشعب للدفاع عن مؤسساته مع رفضنا دائما أي عمل إرهابي. وحتى تبين الآن وبعد سنين حتى الذين كانوا من داخل هذه السلطة ومن الذين كانوا يقومون بتلك الأعمال وينسبونها لأبناء الشعب بدأوا الآن في السنوات الأخيرة كشفوا على الكثير يعني. فإذا لا ينبغي كذلك أن نطلق مع كل احترامي لكم أن نطلق هكذا ضد عنف. نحن مع حق الشعب في الاختيار وكتب عليكم القتال وهو كره لكم. فنحن لم نجري من وراء العنف بل مورس علينا العنف. ولذلك التسعينات هو أن هنالك من رفض خيار الشعب وأرادوا البقاء في السلطة بالقوة. هذه هي التسعينات. إما الإخوة المشاهدين أن يفهموا جيدا هذه النقطة. ونحن لا نريد الوصول إلى 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 هذا إلى هذا المأزق يعني. ولذلك كان أمثال أي تحمد والعقلاء كثيرون في الجزائر كانوا دائما يدعون إلى إيجاد هذه الدولة التي تعبر حقيقة على خيار الشعب وتعيد السيادة للشعب. ويمكن كذلك أنا من الذين متفائلون. طبعا نحن كمسلمين دائما نتفائل متفائلون حقيقة ولا مفر من ذلك. لا مفر من أن الشعب الجزائري يتحرر حقيقة ويكون يعود استعاد سيادته وعودة العسكر إلى السكنات. لأن المشكلة الأساسية في الجزائر وفي دولنا التي تشبهنا في هذه القضايا هذه وهي هذه العلاقة المدني بالعسكري التي لم نربطها طيب. إلى حد الآن كمجتمع كشعب يعني. وهذا في أمل يمكن إذا ما تكاتفت الجهود وعملنا يدا في يد معا مع بمختلف توجهاتنا واحترامنا لتنوع المجتمع الجزائري. فهذا يتطلب ثقافة عريقة وعميقة حقيقة. ونحن على استعداد للتعاون مع كل الأصدقاء والمحبين أي تحمد من ما يسمى بالسوسيو ديمقراط هذو الاجتماعيين. وهو كذلك يا دكتور أنور سأعود لك بعد لحظات. الآن مشاهدينا الكرام مرحب بانضمام من الأستاذ مصطفى بوشاشي المحامي وعضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. أستاذ مصطفى فارس آخر يترجل ويلتحق بقائمة شرفاء ونبلاء الجزائر الذين فضلوا حلا سلميا لأزمة البلاد منذ فترة التسعينات. ماذا تقول بهذه بمناسبة هذا المصاب الجلل؟ السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ مصطفى. هذا أحد رموز الثورة الجزائرية. ترك مقاعد الدراسة وعمره 16 سنة والتحق بثورة بالعمل السياسي أولا ثم ثورة التحرير المظفرة ولكن وحصل الاستقلال. ولكن على خلاف أغلب المجاهدين ورموز الثورة فضل هذا الرجل واعتبر بأن التحرر من الاستعمار هي اللبنة الأولى وبأن استعادة الجزائريات والجزائريين لكرامتهم وحقوقهم المختلفة لا يكون إلا في ظل نظام ديمقراطي تعددي. وبدأ نضاله فاستقال من المؤسسات المجاملة للتوجه النظام السياسي في الستينات وبدأ نضاله من أجل الديمقراطية وكرامة الجزائريات والجزائريين وكان دائما هذا هدفه. ومن أجل هذه المبادئ وهذه الأهداف في بناء دولة ديمقراطية تمت متابعته واعتقاله والحكم عليه وسجنه ودفنه. فظلم في الستينات وعندما فتحت الجزائر أو توجهت نحو التعددية الديمقراطية رجع إلى الجزائر في 89 ليس من أجل الوصول إلى السلطة لأنه كان يدرك بأن الأمر في صعب جدا ولكن في المشاركة في حياة سياسية تعددية.
في تشجيع المسار الديمقراطي في الجزائر. وعندما قام المتحكمين في صناعة القرار الجزائري بإلغاء المسار الديمقراطي، قام بالمسيرة المشهورة وهي مسيرة 2 جانفي، ولكن رفض في كل اتصالات الغير به وفي تصريحاته إيقاف المسار الانتخابي، رغم اختلافه مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ذلك الوقت. لقد طالب المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وصانع القرار بأنه من الخطأ، وهو ضرب ليس للمسار الانتخابي وإنما ضرب للمسار الديمقراطي، إلغاء المسار، ناهيك عن نتائج ذلك الفعل الغير مسؤول. ورغم أنهم يعني أغري في تلك الفترة بأن نلغي المسار الانتخابي وتصبحون أنتم رأس الدولة أو رئيس الدولة في ذلك الوقت، رفض هذه الصفقة ورافق هذا الاقتراح. هذا يدل على أن الرجل كان مؤمن حقيقة بالديمقراطية، مؤمن حقيقة بحق الجزائريات والجزائريين في بناء المؤسسات ليرضوها. ويحسب له أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى يحسب له أيضا، وكتب التاريخ هذا، أنه وضع يده في يد عبد القادر حشاني وعبد الحميد مهري رحمة الله عليهما بحثا عن حل سياسي للأزمة. نعم نعم، المرحوم حشاني نعم في سنة 92 وأنا كنت محاميه في تلك الفترة، أعرف بأن الكل كان يريد عبد الحميد مهري، سي أيت أحمد رحمهم الله جميعا، كانوا يبحثون ليس عن السلطة وإنما عن حلول سياسية. وفي ذلك التوجه ذهبوا إلى روما، ليس حبا في الذهاب إلى سانتيجيديو كما بعض مرتزقة النظام في وسائل الإعلام تحدثوا في تلك الفترة، وإنما لم يستطيعون الاجتماع في زوج مليون متر مربع في الجزائر وهم رموز ثورة التحرير، فذهبوا واقترحوا وثيقة. عندما أسافر وثيقة العقد الوطني، نعم، وثيقة لتشمل على مبادئ، تشمل على الوسائل، على آليات الخروج من الأزمة، عندما أقارنها بتجارب دول العالم فيما يخص العدالة الانتقالية أجدها بأنها من أحسن الوثائق. نعم. إذن أخذ ومع كل الإخوة بأن الوسيلة الوحيدة لحقن دماء الجزائريين للذهاب إلى ديمقراطية هو من خلال مصالحة، من خلال وضع آليات، والعودة إلى المسار الديمقراطي. الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الجزائر، الذين حاولوا التسويق أن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو خطر عليكم، أي أحمد لم ينساق أمام هذه الخطابات، أمام هذا الاسترزاق لبعض الإخوة، وظل صامدا بأن الديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية التي يؤمن بها، هي أن تؤمن بنتائج الصندوق، ليس أن تؤمن بحزب آخر، أن تؤمن بأن تحترم الشعب في قراراته، في اختياراته. وأيت أحمد من خلال هذا الاجتماع في روما وضعوا هذه الاستراتيجية، ولكن النظام
الذي يحزنني أن بعض الأشخاص الذين اتهموا الذين اجتمعوا في روما بأنهم خونة يتحدثون اليوم بخطب ويدلون بتصريحات فيها كثير من العاطفة على أخلاق الرجل وعلى نضاله. بمعنى أستاذ مصطفى هناك من يستثمر، أستاذ مصطفى بمعنى أنت الآن جررتني إلى السؤال التالي، هناك في الجزائر من يستثمر في وفاة المجاهد الرمز آيت أحمد، يتكلمون عن ماضيه الثوري إبان الثورة ولكنهم يغضون الطرف عن فترة نضاله السياسية في السنوات الأخيرة. لهذا يجب أن نركز على نضاله بعد الثورة، لأن المجاهدين وقادة الثورة كلهم شاركوا حسب قدراته الفكرية والجسدية في إدارة الثورة وفي المساهمة فيها، لكن التركيز هو يكون على نضالات الرجل بعد الاستقلال. نعم. الذي آمن بالديمقراطية، والإخوة اليوم يقولوا بأننا أظلمنا الرجل وبأنه دفعناه إلى المنفى واعتقلناه وسجناه واليوم أغلطنا في حقه. جيد، الاعتراف بالذنب فضيلة، ولكن نعترف بأخلاق الرجل بنضاله ليس من خلال خطب رنانة نريد من ورائها خلفية سياسية أكثر منها اعتراف بأخلاق رجل ونضاله. على هذا نقول للإخوة جميعا من طبقة سياسية ومسؤولين ومسؤولين اليوم في مؤسسات الدولة مدنيين وعسكريين، إذا أردنا أن نعترف بتقصيرنا تجاه هذا الرجل، إذا أردنا أن نعترف بأننا ظلمناه، وسيلتنا للتكفير عن ذلك هو تجسيد المبادئ والأهداف التي ناضل من أجلها. ولكن كيف أستاذ مصطفى؟ أستاذ مصطفى كيف تستفيد الجزائر من تجربة الرجل النضالية؟ لا تستفيد. كيف؟ طبعا تستفيد من نضال الناس، من نضال الناس يجب أن نقدمه لشبابنا لمناضلين في مختلف، لأن هذا الرجل هو ليس رجل حزب جبهة القوى الاشتراكية، هو رجل إجماع وطني بأنه المناضل من أجل الديمقراطية منذ الاستقلال. إذن هو صراط مشترك بأعماله بنضالاته من أجل الديمقراطية بين جميع الجزائريات والجزائريين. إذن نتعظ من أفكاره، نحاول أن نشر وعي في شبابنا بين مناضلينا، والنظام إذا يحب يدير شي هذا الأحزاب والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تسعى وتبرز كيف ظلم الرجل، كيف سجن لأنه طالب بالديمقراطية. بالنسبة للنظام، لا أعتقد بأن الإخوة الذين يشرفون على الشأن العام لديهم رغبة حقيقية في رد الكلمة للشعب، لديهم رغبة حقيقية في السماح للديمقراطية بأن تكون هي وسيلتنا في الحكم، ولكن هذا يجب لا يمنعنا لا يدفعنا لليأس. ونقول جميعا بأن رد الاعتبار لآية أحمد هو العمل من أجل إنجاح المسار الديمقراطي في الجزائر، كلنا جميعا بدون إيديولوجيات علمانية وإسلامية يسارية ويمينية، لأنني أعتقد بأن في دولة يخضع شعبها إلى نظام شمولي لا يمكن أن يكون لأي حزب برنامج اقتصادي أو اجتماعي، لأن برنامجنا جميعا هو تحقيق الديمقراطية. لا شيء يتحقق
لا إيديولوجية تتحقق، لا برنامج اقتصادي واجتماعي يتحقق في ظل غياب الديمقراطية مع الأسف الشديد. على هذه أنا نقول إذا حبينا ننصف الرجل ربي يرحمه ويوسع عليه يجب أن نسعى جميعا. نعم. يجب أن تكون هذه الوفاة الإخوة في النظام يريدون استعمالها ربما من أجل أغراض سياسية، ولكن المناضلين والطبقة السياسية يجب أن تخلق هذا الرحيل، هذا الرحيل رمزية لدفع الناس إلى النضال بطريقة سلمية على غرار ما قام به أيد حمد. وهو كذلك مصطفى مشتاشي، أنا أشكر جزيل الشكر سيد مصطفى المحامي وعضو الرابط الجزائري لحقوق الإنسان، كنت معنا من الجزائر. دكتور أنور، لا بأس بطرح السؤال الذي كان قد كان يجيب أيضا عنه الأستاذ مصطفى عندما تحدث عن مشروعه السياسي. أنت كنت قد حضرت هذا اللقاء، لقاء روما أو ما سمي بلقاء سانتيجيديو في إيطاليا عام 95، كيف وقفت على هذه الأفكار التي كان وراءها المجاهد رحمة الله عليه آية أحمد لما كان يدعو إلى حل سياسي سلمي للأزمة الجزائرية في ذلك العقد، عقد روما؟ في الحقيقة الأمر لقاءات سانتيجيديو سمحت لنا كتيارات مختلفة، نعم، وخاصة تلك التي انتخبها الشعب على رأسها الجبهة الإسلامية الإنقاذ وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني المجموعة نتاع السي مهدي رحمة الله عليه. يعني سمحت لنا لأول مرة ربما في تاريخ ما بعد الاستقلال أننا نجلس معا ونتداول الأمر، فوجدنا أنفسنا أفكار تتطابق في حقيقة الأمر لأن مرجعية واحدة. ولذلك مثلا عندما طرحنا أن نتكلم من جهتي من جانب الوفد على الجبهة الإسلامية الإنقاذ، كنا فعندما طرحنا كل هذه النقاط التي معظمها إن لم يكن جلها أو إن لم يكن كلها دمجت في العقد الوطني، فهذه فلما طرحنا هذا فوجئ الكثير من كانوا مجالسين على الطاولة بهذا الموضوع، حتى أحد يعني اللي كان مع السي ولا يزال على قيد الحياة السي جداي الذي كان مع السي أي تحمد رحمة الله عليه، فاعترف أمام الملا بأننا ما كنا نعرف بأنكم ديمقراطيين. فهذا الموضوع أساسي جدا، يعني الحريات هذه الشعب الجزائري عنده في الثقافة السياسية عند الشعب الجزائري فيه منغرسة فيه التنوع هذا. مثلا النكتة كانوا يريدون في البداية يحطوا في هذه المبادئ مبادئ ديمقراطية، نحن قلنا إن تعطوا لها an adjective يعني نحن نسميها مبادئ إسلامية، لأن الوفد البعثة نحن اللي كنا قمنا بهذا الموضوع. لما طرحنا تلك الاقتراحات هذه أصلنا لها، عطينا التأصيل وفق فهمنا لديننا الحنيف. فتم ضحك رحمة الله عليه السي أي تحمد، قال جو كومبرون مانو، ولذلك تركناها بمبادئ. فهذا الحرية هذه كما قال السي بوشاشي، يعني لو وجدنا حرية داخل الجزائر ما كنا نجتمع في الخارج، ولذلك الحرية أساس، والظلم خراب مؤذن بخراب العمران، خراب كل شيء. ولذلك نحن كما سألتني من قبل هل في أمل؟ نعم في أمل في المستقبل، يمكن أننا نتفاهم فيما بعدنا فيما بعضنا نحن كجزائريين. شوف مثلا حتى فيه نقطة مهمة جدا نتاع حتى الشعب حتى الشباب يعني يفهم هذا الموضوع، وخاصة في هذه الأيام عندما أحيانا تكثر نزعات هذه الانفصالية والكلام هذا الزائد. التفكير تاع أي تحمل راه من أهم شيء، حتى مشكلة هذيك نتاع اللي داروها في فرنسا كتوريست يعني لا كريز نتاع البربري سلامرا كما كانوا يقولوا، هو ما كان متجاوزا تماما هذا يعني هذا الموضوع، كان متجاوزا تماما هذا الموضوع. فلا بد ان نفهم حتى بالنسبه ل جدلا مساله الامازيغيه وتريد انك تعتبر كأقليه، معظم الشعب الجزائري له دم امازيغي، نعم، وبالعاده شمال افريقيا كلها.
فكيف كان يقول كيف نعتبر أنفسنا بأننا أقلية؟ فلذلك يعني الرجل حقيقة يكون له دور كبير حتى بعد وفاته رحمة الله عليه، يمكن له دور كبير في جمع الشمل. نعم علينا أن تكون لنا تلك الثقافة التنوع، نعترف بأننا نسوم ديفيرون يفوركونات للديفيرونس نتاعنا، لازم نعترف بأننا يعني فيه تباين فيما بيننا واحترام هذا التباين في إطار دولة القانون. القانون هو الذي يفصل هذه القضايا، واحترام حق الأغلبية بدون إجحاف حق الأقلية إلى آخره. فهذه القضايا اللي على الشباب نتاعنا لا ينزلق في هذه الهامشيات، في هذه القضايا الهامشية، والتركيز على الأمر الأساسي. طيب، هذا الذي نريده إن شاء الله الآن يعني. طيب يا دكتور، سأعود إليك ورحب الآن مشاهدينا الكرام من ضمن يزيد بوعنان، أحد مناضلي جبهة القوى الاشتراكية. أستاذ يزيد، هناك من يقول في الجزائر هناك فرق كبير بين جبهة القوى الاشتراكية في عهد آيت أحمد رحمة الله عليه وجبهة القوى الاشتراكية الحالية، هل وقفت أنت بدورك على هذا الاختلاف أم لا؟ معنا مساء النور. مساء النور، أهلا وسهلا. تحية طيبة إليك ولكل مشاهدي قناة المغاربية. شكرا. ولن نغتنم هذه الفرصة يعني طرحهم على روح سعيد الكبير، سعيد الجزائري الكبير ميشيل آيت أحمد، ونتوجه طبعا لعائلته الكبيرة والصغيرة بهذه القلبية الخامسة. ميشيل آيت أحمد الذي فقدت الجزائر بوفاته رجلا وطنيا كبيرا، رجلا شهما، رجلا عاش للجزائر وللقضايا الجزائرية الكبرى، متنصلا عن كل ما يغني يعني من ماديات ومن كراسي السلطة، وكان بإمكانه على كل حال أن يكون في أي مكان يمكن أن يريده، لكن نضاله ووفاءه لمبادئه الديمقراطية جعله يبذل يعني عصارة شبابه من أجل تحرير الجزائر، وجعله أيضا يبذل كل حياته في النضال من أجل تحقيق جزائر مستقلة ديمقراطية تعيش السلم والوئام والوحدة الوطنية. بالنسبة لسؤالك بالنسبة للأسفات يعني في عهد الزعيم حسين آيت أحمد وفي ما بعد الزعيم حسين آيت أحمد، على كل حال نعم الأسفات الملاحظون يرون بأنه عاش تقريبا مرحلتين فاصلتين، المرحلة الأولى هي منذ التأسيس سنة 66 إلى غاية تقريبا 2012 هو العام الذي طبعا اعلن فيه الزعيم حسين آيت أحمد مغادرته المجال الحياه السياسيه والنشاط السياسي ككل استجابه لدوره الحياه كما قال في رسالته الشهيره انذاك. وطبعا هذا التخلي للزعيم حسين آيت أحمد جعل كوادر جبهه القوى الاشتراكيه تعيش نوع من الخوف وعلى مصير الحزب، وهذا الخوف وهذا الهاجس على مصير الحزب اظن هو الذي خلق هذا الفارق الذي يبدو للملاحظين السياسيين والمتابعين ولكل يعني النشطاء السياسيين في الجزائر، هذا الفارق بين توجهين، يعني توجه في حياه توجه ما بعد يعني حسين آيت أحمد. وهذا التخوف وهذا الهاجس يعني جعل حتى مناضلي جبهه القوى الاشتراكيه يختارون كما تعلم القيادة الجماعية بدل القيادة الفردية التي كان يمثلها آيت أحمد، لأنه ليس هناك يعني في صفوف جبهة القوى الاشتراكية تقريبا ما من بإمكانه أن يكون في مجتمع كاريزماتي يعني كاريزما التي كان يمثلها الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد. ولذلك كان هذا يعني هذا الفارق في تقريبا التوجه السياسي لجبهه القوى الاشتراكيه. لكن اعتقد ان جبهه القوى الاشتراكيه وانا واحد من مناضليها ما زالت محافظه على العنوان العام بالنسبه لي، يعني على العنوان العام باعتبارها كحزب معارض في الجزائر. ولكن في ذاك الوقت استاذ يزيد، استاذ يزيد كانت تصنع جبهه القوى الاشتراكيه استاذ يزيد كانت تصنع حدثا ايام احمد آيت أحمد. استاذ يزيد، استاذ يزيد لا يسمعون. يرون بان جبهه القوى الاشتراكيه يعني كانها اصبحت تمثل الموقف في مواقفها، لانها كانت في السابق معروفه بمعارضتها الراديكاليه للنظام،
لكن اذا قرانا يعني قراءاتيه حتى هذه السنه التي ارسلها المرحوم او اي حمد سنه 2012 والتي اعلن بموجبها يعني مغادرته من الحياه السياسيه، فهناك نوع من الاشاره الى ضروره يعني اخذ الحيطه والحذر، لانه قال في رسالته الشهيره باننا اذا كنا قد تحصلنا على استقلالنا من خلال الكفاح المسلح، وبان هذا الكفاح او هذا العمل المسلح كما اراد ان يقول قد فشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي من خلال المعارضات المسلحه التي كان هو احد ابرز وطبعا ابرز يعني الذين حملوا السلاح في وجه النظام سنه 63، ثم يعني المعارضه المسلحه للجناح السياسي للحزب يعني لحزب جبهه الانقاذ في التسعينات، كل هذه المعارضات وغيرها فشلت في تحقيق الانتقال الديمقراطي. فهو يقول في رسالته ينبغي الان ان نفكر في كيف نحقق هذا الانتقال الديمقراطي عن طريق الممارسه السياسيه. واضح سيد يزيد، انا اشكرك سيد يزيد. سيد يزيد بوعنان احد مناضلي جبهه القوى الاشتراكيه، شكرا جزيلا، سامحني فقط لضيق الوقت. اعود لك سيد عبد الله، هل لاحظت هذا الاختلاف؟ اختلاف بين المرحله التي عاشها ايت احمد رحمه الله عليه ومرحله جبهه القوى الاشتراكيه الاخيره، خاصه الفتره الاخيره، حتى ان الكثير من مناضلي جبهه القوى الاشتراكيه محتارون في الخط الافتتاحي لحزبهم لجبهه القوى الاشتراكيه. ايام ايت احمد كانت هذه الجبهة تصنع الحدث على مستوى الميادين والمجالات. الآن جبهة القوى الاشتراكية كأن مواقفها مضطربة نوعا ما، حتى في الانتخابات السابقة اللي هي الماضية كانوا يقولون نحن لسنا مع المشاركة ولسنا مع المقاطعة. ربما أخي عثمان سؤال وجيه، وهذه من ربما بعض الإشارات التي يعني أشار إليها بعض ضيوفك أستاذ أنور من أمريكا وأستاذ مصطفى من الجزائر، هو أنه ربما احنا عندما نتحدث عن هذه الشخصيات او عن هذه الرموز، عن هذه الطينات الكبيره في التاريخ، يعني ليس بمعنى نتكلم عن انبياء معصومون طبعا عن الخطا. يعني المعصوم عن الخطا كما قال الامام مالك صاحب هذا المقام يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما الناس في حياتهم السياسيه ونضالهم وجهادهم وكذا الا يكون فيه بعض الثغرات، ونحن عندنا يعني في ثقافتنا وفي تراثنا يعني باب تعارض الحسنات والسيئات، فإذا كثرت حسنات الرجل عن سيئاته كتب في المحسنين، وإذا كثرت سيئاته عن حسناته كتب في السيئين. ونحن أمام شخصية ربما لأن المقام لا يتسع كانت هناك ربما بعض المآخذ أو ربما هو ترك الفرصة للشباب أو بعض، فمن بينها مثلا السؤال اللغز الذي حير لحد الآن لم يعني هذا السيد آية أحمد حسين رحمة الله عليه الذي وقف يعني أمام عواصف كبيرة ولم ينحني لها لمعرفته ولخبرته بحيل وألاعيب هذا النظام، فيحتارون كيف قبل أن يكون حزبه في هذه الانتخابات التشريعية الماضية نتاع ماي نتاع التي مضت، فكيف هذا بقي لغز يعني لف فاس بالمحطات الكبيرة التي كان يمكن أن يتعرض لها في التلبيس على الأمة ولم يشارك فيها، من بينها لما انسحب آية أحمد مع الستة، ولما أيضا لم يشارك في المجلس ما يسمى بإنقاذ الديمقراطية في الجزائر، لجنة الإنقاذ في الجزائر نأى بنفسه عنها، نأى بنفسه عن الدخول في وحل أو الذوبان في حوامض مغريات هذا النظام عندما عرضت عليه الرئاسة. فمحطات كبيرة مر بها آية أحمد وجنب فيها لفافاس من الميوعة كما فعلت بعض الأحزاب في مع هذا النظام اللي معنا كان كيسا كان، لكن هذه بقية لغز نتاع قضية الاشتراك لفافاس في انتخابات لا طعم ولا لون ولا ريحة لها وكذا، كذلك قضية. فلذلك أشار ضيفك الأستاذ مصطفى من الجزائر، يعني نعم كان هناك، نحن عندما نتكلم ربما عن بعض المواقف التي ربما بني عليها بعض العتاب ضد آية أحمد، خاصة عملية يرى بعض الناس أنه تم استغلاله في إخراج تلك المئات الآلاف التي أخرجها بعد فوز الجبهة، وقرئت على أساس أنه خاصة ذلك الاصطلاح الذي أعلنه لا للدولة ولا الأصولية، وخاصة لا نفرق بين الطاعون والكوليرا، يعني بين الحكم العسكري والبوليس والنظام الأمني وبين النظام الثيوقراطي. أنت تتكلم عن انسجام يعني حياة سياسية يعني لم يزيد عمرها عن 30 شهرا. يعني يا أخي عثمان يعني والمشاهد الكريم، الحرية ثقافة، الحرية تراكم بناء،
والشعب الجزائري بعد الاستقلال من 62 إلى انتفاضة 88 أكتوبر حكم بعقلية الحزب الواحد. يعني الفرصة التي رأى فيها النور ودخل فيها الحياة التعددية التي أفرزت الجبهة القوى الاشتراكية والجبهة الإسلامية للإنقاذ والجبهة جبهة التحرير بقيادة أحمد ماري، أنت تتكلم عن تعددية عمرها 30 شهر، مش تتكلم على 70 سنة أو 80 سنة. الديمقراطيات هنا في بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها مئات السنين تتكلم، لكن ومع هذا تم تجاوز هذا ربما اللي نسميها بعض الثغرات في عملية تكييف الخطاب الحداثي مع الخطاب الأصولي مع الخطاب الوطني اللي تمثل في الشخصيات التي رفعت مشروع السلم اللي متمثلة في آية أحمد المرحوم رحمة الله عليه وفي المرحوم أيضا رحمة الله عليه عبد الحميد مهري وأيضا في الشيخ عبد القادر حشاني رحمة الله عليه مما كان قبل مشروع المصالحة الوطنية كان هناك مبادرة السلم الوطني متمثلة في هذه الشخصيات الثلاث وتدور حولهم شخصيات أخرى حتى مع كل أسف لماذا انسحب منها كان موجود فيها بالخادم وكان موجود فيها خالد أبو إسماعيل كانت مجموعة من الأسماء. فإذا عملية استشراف أن تلتقي القوى السياسية في هذا كانت ونحن نذكر عندما وكنت أنا ربما يعني مسؤول عن بريطانيا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشهيد عبد القادر الحشاني رحمة الله عليه ولما مات اتصل بي سعد جبار كنا نتمنى أن يكون معنا اليوم وكأني فهمت منكم أنه مسافر لأنه عنده ما يقول لقربه من المرحوم آية أحمد حسين فاتصل بالتليفون وقال أخي عبد الله أريد أن ألتقي بك الآن حتى أسلمك لأن كنا احنا أعلنا عن تأبينية للشهيد عبد القادر حشاني هنا رحمة الله عليه في أحد المراكز الإسلامية هنا في لندن وحضرها كل العالم الإسلامي مع الأسف ما صورناهاش فقال عندي رسالة مكتوبة بخط يد المرحوم آية أحمد حسين أريد أن أسلمك إياها لتقرأوها اليوم في التأبينية فلما التقيت به زاد لي أكثر من ذلك قال اتصل بي وغير متماسك من شدة البكاء قال لأنه نحن ربما الشعب الجزائري غير مدرك ماذا فقد اليوم يعني كان يقصد عبد القادر حشاني رحمة الله عليه لأنه الاحتكاك رغم أنه الفترة البسيطة الاحتكاك الذي تم بين آية أحمد وبين مهري وبين بعض القوى السياسية جعلهم يغوصون في جوهر هذا الرجل يعني اللي هو عبد القادر حشاني فالرواية يعني تعود إلى سعد جبار قال لي لم يستطع أن يكمل مكالمته التليفونية وأجهج بالبكاء لفقدان هذا الرجل العظيم فإذا أخي عثمان تأكيدا لكلام ضيفيك نعم يمكن أن تجتمع الطبقة السياسية على اختلاف مشاربها الفكرية لا أقول الإيديولوجية لأنه إحنا الحمد لله جمعنا محمد صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ما فيهش واحد لا مهري ولا آية أحمد ولا حشاني ولا عباس مدني ولا علي بالحاج ولا غيره يستطيع يقول لك نحن نشكك في رسالة محمد ولا في القرآن فإذا الثوابت نحن مجتمعون عليها ما عندناش مشكل تبقى قضية درجات الالتزام بالدين وكذا هذا ربما مسألة فقهية يبحث في, 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 في سياق آخر طيب دكتور أنور ماذا عن واقع الجزائر المعيشة اليوم الدينار في الحضيض تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية الرئيس مريض وهناك من يقول عاجزا أداء مهام الدستورية المعارضة في أخذ ورد حول مرحلة الانتقال السياسي من نقل الجزائر إلى مرحلة أخرى وفي كل هذه الفترة السلطة لم تستمع للناصح الأمين آية أحمد نعم وضع مؤلم جدا بس يعني نقطة صغيرة فقط تنبيه ربما أولا من باب التاريخ يعني احنا لم يحضر معنا أبدا السي بالخادم لا في اللقاء الأول ولا في اللقاء الثاني يعني بس يعني من باب التأكيد يعني والنقطة الثانية غير برك يعني للتاريخ يعني صحيح أن التجربة المعاصرة ما بعد استقلال كانت بضعة أشهر يعني ولكن الذي ينبغي أننا لا ننساه هو تلك الثقافة السياسية العميقة في الشعب الجزائري نتاع قبول الغير هذا كان منذ عهد الاستدمار الصليبي الفرنسي الرافدين للاستدمار بمختلف توجهاتهم كان في احترام متبادل فيما بينهم وكان في تنسيق متبادل فيما بينهم
بما يسمى الآن ب وخاصة التيارين الكبار، يعني التيار الحركة الوطنية والحركة الإصلاحية، فكان فيه يعني ذلك القبول الغير، هذا الذي كنت أقصده، وهذا الذي ينبغي أننا نستثمره، وهذا الذي سمح لنا، سمح للشعب الجزائري يعني غداة الانفتاح الديمقراطي، البواب الصغيرة هذه النافذة بعد الربيع الجزائري 88، يعني شعب جزائري حقيقة بين حضارته وبين ثقافته السياسية، بحيث استطاع في وقت الدول الجوار كلها كانت نائمة، استطاع أن يقوم بانتخابات حقيقة في كل سن وفي كل حضارة، هذا نابع لتلك الثقافة تاع المجتمع. أما بالنسبة لما يحضر اليوم، لما يحصل اليوم، طبعا الوضع مؤلم جدا، وهذا هروب إلى الأمام نحو المجهول، وهذا الذي يدفعنا، من المفروض أنه يدفعنا، وخاصة الآن بعد هذا التدهور الكبير في الأسعار وفي نقص الريع، يعني ما عادش عندهم يعني الفلوس، يعني ما عندهم ولا شيء الآن، فربما آن الأوان، وبهذه المناسبة الأليمة نتاع الذهاب قبل أن ينتهي مهمته الأخ أي تحمد رحمه الله، لعله فرصة نخاطب بها الضمير، ضمير هؤلاء الذين استولوا على مفاصل الحكم بالقوة ولا يريدون تركها. دكتور أنور، سمح لي فقط دكتور أنور، سنذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقى معنا وكذلك الإخوة المشاهدون، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل، ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذه التغطية المباشرة والخاصة بوفاة المجاهد الرمز حسين آية أحمد. أعود إليك دكتور أنور، ما زلنا نحلل الواقع المعيش في الجزائر. إيه بالنسبة لهذه، أنا أعتقد أنا يعني أتمنى أن تكون فرصة. إيه. ومهما كانت النيات من وراء هذا الحداد ثمن أيام، نحن بصراحة شخصيا يعني نرحب به ونأمل أن يكون فرصة للتأمل. أيوة.
فرصة للتأمل في مصير البلد أين نحن مع كل هذا الطاقات البشرية وحتى الطاقات المعدنية. لو عندنا الحرية هذه وعندنا يعني دولة تعبر حقيقة عن خيار الشعب في تنوعه تكون في خدمة الشعب فيمكن أننا نتجاوز. يعني الجزائر عندها طاقات كبيرة يمكن تجاوز الأزمة الحالية لو يعني. ولذلك نحن نخاطب ضمير هؤلاء الذين كما أسلفت هم مستولون على مفاصل الحكم مهما كانت، يعني لأنه في الحقيقة لا يزال كما دائما نحبذ هذه العبارة نتاع الصندوق الأسود، ربما المجموعة المتحكمة فيه تغيرت نوعا ما، ولكن نفس طريقة صنع القرار التي تتجاهل تماما الشعب وتتجاهل الكفاءات داخل المجتمع. فينبغي أننا نتكاتف الأيادي معا جميعا مع كل التيارات المتواجدة داخل للعمل من أجل تغيير هذه الأوضاع يعني. ويمكن قيام وإلا رأى الوضع يعني كارثي حقيقة، وهذا كارثي. رأنا مجين والنظام هذا راه في هروب للأمان نحو المجهول يعني حقيقة الأمر يعني. طيب خليك معنا دكتور أنور. الآن نرحب مشاهدينا بانضمام الأستاذ كمال جمازي أحد قيادي الجبهة السلمية للإنقاذ. أستاذ كمال، ها هي الجزائر تفقد رمزا آخر يضاف لتلك القائمة الطويلة وفيها عبد القادر الحشاني، عبد الحميد مهري، أحمد بن بلة من قبلهما، فماذا تقول بهذه المناسبة بهذا المصاب الجلل؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أخي عثمان، تحية لجميع مشاهدي قناة المغربية الكرام، تحية لضيفك الكريم الأستاذ عبد الله أنس والأنور هدام وجميع المشاركين. طبعا في البداية نحن نتقدم بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد المجاهد الزعيم الفذ حسين هيك شمد رحمته، وأن يسكنه في سيحة جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. طبعا هذا الرجل الفذ يعني هذا الزعيم الذي له سيرة ذاتية، تفضل الإخوة من قبل يعني بفرد كثير من محطاتها، سواء المعلومة التي يعلمها كثير من الناس أو المحطات يعني النادرة التي لا يعلمها الكثير، كما تفضل قبل الأستاذ عبد الله أنس لما تكلم عن لقاءات الزعيم هيك شمد مع الشيخ عبد القادر الحشاني عليه رحمة الله، وتلك المكانة التي يكنها للشيخ عبد القادر الحشاني عليه رحمة الله، وتفهمه خاصة أن هذا الزعيم يعني له من يعني المحطات الكثيرة التي ربما يطول الكلام عنها. ونحن بالمناسبة نشكر يعني قناتكم الكريمة على هذا الاهتمام وعلى هذا الجهد الذي تبذلونه من أجل يعني إنارة الرأي العام ووضع الإضاءات على كثير من المحطات التي لا يعلمها الكثير من المواطنين. طبعا هذا الرجل الذي خدم الجزائر يعني طيلة 9 عقود يعني من الزمن، بدأها وهو شاب يعني في مقتبل العمر، كان يعني في 16 من العمر لما كان في الثانوية بدأ نضاله، وكان من أصغر أعضاء المكتب السياسي، ثم كان في المنظمة السرية برفقة المجاهد الشهيد عليه رحمة الله محمد بن وداد، فمساره طويل جدا وحافل، وهو لم يتوقف عن يعني النضال لأنه صار رمزا بعد الاستقلال. الرجل لم يكن يعترف يعني بنتائج الاستقلال، لأن هذا الاستقلال الذي لا يعطي للشعب الجزائري الحرية والحقوق ولا يقيم دولة القانون، هذا لابد يعني من مواصلة العمل ومواصلة النضال من أجل إقامة الدولة التي قام من أجلها يعني المجاهدون في أول نوفمبر، وهي إقامة دولة اجتماعية ذات سيادة على أساس المبادئ الإسلامية، وهذا الذي لم يتحقق إلى الآن. فلهذا يعني قلت للرجل يعني محطات كثيرة، ونحن
خاصة في الجبهة الإسلامية الإنقاذ التي بالمناسبة لابد من التذكير أن الجبهة الإسلامية الإنقاذ قد أصدرت يعني بيانا فيه تعزية بهذه المناسبة وفيه تعزية لأسرة الفقيد، وهو أقل شيء يعني أقل ما يمكن القيام به في حق هذا الرجل الذي ضحى، ومع الأسف يعني نشوف النتيجة أنه توفي وهو خارج الجزائر، يعني كان نضاله في منفاه، يعني المنفاه الذي كان لعقود كثيرة، رغم أنه رجع بعد أحداث أكتوبر، رجع في 89 الجزائر طمع في أن تكون هناك يعني حريات، هناك تعددية، ولكن بعد وقف المسار الانتخابي وخاصة بعد اغتيال محمد بوغياف عاد مرة أخرى، ثم مع ذلك يعني رجع في وشارك في انتخابات عفوا يعني تقدم كمترشح يعني في الانتخابات تاع سنة 99، لكن لما ظهر أن هناك يعني بداية للغش وللتزوير وأن النظام لم يستفيد من الدروس السابقة، لم يستفيد من الدروس الماضية، بقي دائما على التزوير وعلى الغش وعلى تحويل اختيار الشعب والتحايل على إرادة الشعب، فلهذا عاد مرة أخرى إلى منفاه، ومع الأسف يعني نشوف ككثير من الرموز الثورة التحريرية يقام له حداد لمدة 8 أيام، وقد تسمى عليه شوارع أو تسمى عليه جامعات مثل ما فعل بغيره، نشوف جامعة الجزائر تسمى جامعة بن يوسف بن خدع عليه رحمة الله، ومع ذلك كان بن يوسف بن خدع كان مهمشا لا يستفاد من آراء ومن حكمة هؤلاء الزعماء، هؤلاء المتمرسين، هؤلاء الذين لهم حب للوطن وحب لخدمة الجزائر، مثل عبد الحميد مهري، مثل شعباني، مثل غيرهم كثير من الذين كان ممكن أن يستفاد من خبرتهم، يستفاد من حبهم للوطن من أجل القيام يعني الدولة التي ينشدها الجميع. طيب، كان معنا الأستاذ مصطفى بوشاشي المحامي والناشط الحقوقي المعروف في الجزائر، وقد استاء من هؤلاء الذين يريدون الاستثمار في وفاة هذا القائد الرمز والمجاهد حسين أيت أحمد، وقال أنه ينطبق عليه ذلك المثل، هو مش هو اللي قال، لكن هناك من قال هذا المثل لما كان حي مشتاق لطمرة، لما مات علقلو عرجون صاروا يتكلمون عن 8 أيام حدادا وما إلى ذلك، ويتكلمون عن دوره الثوري أو نضاله إبان الثورة، ويتجاهلون دوره بعد الاستقلال وأثناء التسعينات في ضرورة وجود حل سياسي للأزمة الجزائرية. ماذا تعلق على هذا الجانب؟ نعم أستاذ عثمان، يعني في حق هذه الممارسة معروفة لدى النظام الجزائري، كثير من الناس يعني يهمشون لما يكونوا أحياء، لا يستفاد منهم لخدمة الوطن، حتى لما اتصل كما ذكرتم من قبل يعني بالزعيم أيت أحمد في 92، اتصل به من أجل توظيفه في الانقلاب على اختيار الشعب، يعني عرض عليه أنه يعني يوقف المسار الانتخابي وتعرض عليه مكانة في السلطة، يعني يكون استمرارية للنظام يعني الشمولي، للنظام القمعي، فرفض ذلك، فبقي دائما متفردا، بقي دائما يعني ينأى بنفسه عن ممارسات السلطة وعن أن يوظف أو يستخدم في غير شرعية يعني السلطة. وهذه سير يعني هذه العبارة الشعبية، فإذا كي كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقلو عرجون، هذه قيلت حتى لما جاء في بتسمية جامعة الجزائر. نعم، جامعة الجزائر باسم الزعيم بن يوسف بن خدع عليه رحمة الله، ذكرت للقائمين على السلطة، قالوا هذا الرجل لما كان حي مشتاق تمرة ولما مات يعني راكم تسموا عليه يعني الجامعات، وهذا ديدم. بل هناك حتى من كان يعني في الأزمة بعد 92
حتى كان يخشى على نفسه من السلطة، أنتم مثلا تغتاله أو يعني تقوم بشيء في حقه ثم بعد ذلك يدفن في العالية ويجعل له مراسيم رسمية وما إلى ذلك. ففي الحقيقة يعني الزعيم أيت حمد عليه رحمة الله كان متفطنا لهذا الموضوع، كان دائما يعني من خصائصه التي تعلمناها يعني وكان مدرسة في هذا الجانب هو الثبات على المواقف، يعني لما كان معارضا لهدف معين ومن أجل يعني قيام دولة جزائرية يسودها القانون وتكون فيها الحريات وتكون يكون فيها مجلس تأسيسي ويكون فيها تلك المواقف التي قالها بعد الاستقلال، يعني لما خرج من المجلس الوطني في 63 بقي ثابتا عليها إلى أيامه الأخيرة، فكان من صفاته يعني التميز بالثبات على الموقف وهذا ما نترضاه السلطة. وهو كذلك أستاذ كمال، أنا أشكرك جزيل الشكر كمال الجمازي أحد قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أعود لك دكتور أنور تكملة لما كان يقوله أستاذ كمال الجمازي، إلى متى والجزائر تتجاهل قيمها ومثلها العليا وآثار أبنائها البررة، خاصة مثل آيت أحمد وأفكاره، كذلك عبد الحميد مهري ومن سبقه، هؤلاء كلهم كانت لديهم أفكار نيرة في إيجاد طريق سليم للجزائر؟ يعني إلى أن يتم التغيير يعني هذا إلى أن يتم التغيير حقيقة والعودة إلى السيادة الشعبية وإلى اختيار يعني من يقوم بهذه المهام، يعني مهام الدولة وليس الجزائر فحسب، لأن الجزائر هي مهمة جدا للفضاء المغاربي، هذا الذي ينبغي علينا دائما. وكانوا دائما يعني زي أي تحمد رحمة الله عليه وكل أباءنا وأجدادنا من الحركة الوطنية والحركة الإصلاحية كانت لهم ذلك البعد النظر، كانوا يرون للفضاء المغاربي، ونحن نرى اليوم في عهد العولمة هذه الجهوية عندها أهمية كبيرة لريجيون هادو، ولذلك يعني أهمية يعني الجزائر لأنه راهي عنصر أساسي، ونظرا للطاقات البشرية والطاقات المادية اللي موجودة فيها يعني لها يعني من المفروض أن تقوم بدور كبير في هذا الفضاء لحماية مصالح شعوب هذه المنطقة. فلذلك علينا أن نعمل معا، هذا الذي يعني نريد يعني نركز عليه حقيقة، يعني أن نبتعد من هذه يعني نخرج من هذه بما نسميه نحن هذه الخنادق الأيديولوجية، نخرج منها ونعمل معا كجزائريين بمختلف تياراتنا ونكون جادين في إيجاد الحل. وأتحدث هنا عن سلطة ومعارضة، علينا أن نعمل معا للخروج من هذا الوضع هذا، لأنه بإمكاننا يمكن أننا نحل هذه المشاكل، يمكن بأننا نجد حل لهذه المشاكل، ولكن حل مشاكل اقتصادية هذه وهذا الأمور هذه لا يمكن التفكير فيها بدون التحول السياسي هذا. هذه للناس بالذهنية التي وضعتنا في هذا الوضع المزري اللي احنا فيه من ناحية اقتصادية ومن ناحية صعوبة المعيش إلى آخره. احنا نتكلم عن الجزائر العميقة، لا نتكلم عن تلك الفئة القليلة التي استفادت من هذا الريع، إنما على الجزائر العميقة لا يمكن الخروج من هذا الوضع بنفس الدهنية اللي وصلتنا إليه. ولذلك لازم نعمل معا، نتجاوز نوعا ما مختلف برامجنا، ولذلك كما أسلف في البداية نحن نتباين مع المرحوم أي تحمد رحمه الله في المشروع المجتمعي في نظراتنا، ولكن نتفق على الآلية كيف يمكن نوفر هذا الجو المناسب وهذه الدولة التي تستعيب الشعب في تنوعه وتسمح له الاختيار من بين هذه البرامج من بين هذه المشاريع المجتمعية. فهذا العمل الذي نحن في حاجة إليه الآن، موش لأنه مثلا هو راه موش من التيار تاعي وبالتالي لا أبالي، أو بالعكس وبالعكس، فعلينا جميعا أن نفهم هذا وأن تكون لنا يعني ثقافة التنوع وثقافة الأولويات، يعني علينا أن نضع أولويتنا أولا الجزائر، قيام هذه الدولة دولة أول نوفمبر، دولة اجتماعية ديمقراطية ذات سيادة في إطار مبادئ الإسلام ودولة تحترم الحريات.
الأساسية. فهذا هذا الأمر الأساسي الذي ينبغي أن نعمل عليه جميعا، وهذا طبعا يتطلب يعني الجرأة، يتطلب جرأة حتى على الذين الآن هم في السلطة. ما ندري منهم، لأنه ما زالت الأمر غامض، لا ندري حقيقة صنع القرار بيد من، ولكن بالتأكيد وأمرنا في الله سبحانه وتعالى أن يكون فيهم حقيقة من له هذا الضمير. طيب. الوطن. وهو كذلك دكتور أنور مقاطرة. وهو كذلك دكتور أنور نصر الدين هدام، جزيل الشكر لك دكتور نصر الدين أنور هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية، كنت معنا من واشنطن عبر خدمة سكايب، جزيل الشكر لك. أعود لك سيد عبد الله، يعني نحن كنا قد أشرنا لمن يريد أن يصطاد في هذا الظرف الصعب، هو ظرف أليم تعيشه الجزائر، ليس فقط منطقة القبائل، في خاصة من أحزاب الموالاة يريدون الاستثمار في هذه الوفاة، لكن ماذا عن المعارضة؟ المعارضة أيضا لابد عليها أن تستثمر في هذا الظرف العصيب وتخرج بعبر وعظات ودروس ولم لا. صحيح أخي عثمان، نحن الآن بين استثمارين، بين استثمار شكلي وبين استثمار عملي حقيقي فيه محتوى يمكن أن يبنى عليه في المستقبل. أما الاستثمار الشكلي فهو إعلان الحداد يوم يومين 8 10، ربما إرغام العائلة على استقبال الجثمان المرحوم من بمستوى الفي اي بي، ربما مانيش عارف ندفنه في العالية، ربما يقول الرئيس كلمة أو الرئاسة أو كذا، هذه كلها شكليات لا بأس بها لا بأس. لكن الجزائر والأجيال ما أظن أنها سوف تستفيد من هذه الشكليات. الجزائر والأجيال المقبلة بحاجة إلى الأفكار النيرة، إلى هذا الرصيد المخزون، الرصيد من التجربة في الحياة، سواء رصيد المرحوم آية أحمد أو مهري أو حشاني أو عباس مدني، أو فيه رموز في داخل الجزائر تركت، يعني ما لا يتسع المجال لذكر أسمائها، تركت رصيدا. هذا الرصيد الأجيال بحاجة إلى ترجمته إلى واقع عملي وليس إلى شكليات كما تريدها السلطة. وهنا سؤالك أخي عثمان، المعارضة عليها أن تحول الشكلي إلى فعل واقعي عملي، وخاصة ونحن الآن ترى يعني الدول أيضا بفقدان مؤسسيها قد تتعرض إلى التشرذم، كما تتعرض الحركات والأحزاب أيضا بفقدان مؤسسيها. كلنا نعلم ولا نتمنى يعني الأحزاب أن تتشتت، يعني لا يمكن أن يبقى لفافاس بالرونق الذي كان عليه تحت مظلة، لذلك يقول الورثة صعب، مؤسسي يعني مؤسسيه اللي هو آية أحمد حسين. ونحن أيضا شاهدنا المرحوم محفوظ النحناح الله يرحمه عندما غادر هذه الدنيا، شوف كيف صارت يعني تشظت حمس إلى أكثر من 5 قيادات وكذا. ونخشى، وهذا مما نذكر به دائما، أن قيادات الجبهة أيضا الله من عليها بوجود رمزها الشيخ عباس المدني. فإذا عندكم أي ملفات لابد أن تصفى الآن مدام الرمز موجود. كذلك هذا يقودنا إلى الدول، الآن النظام الجزائري حكم وحدة الجزائر، حكمت بمجموعة من المؤسسين اللي هي بشرعية الثورة. نخشى أنه بدأ يموت هؤلاء شرعية الثورة، أن نخشى أن يتشظى المجتمع. فما دام هؤلاء ما زال دمهم حي وأفكارهم حية، خلينا نجتمع على هذا الرصيد لنمر به إلى جزائر يحكمها الأجيال الجديدة إن شاء الله. طيب خلينا أستاذ عبد الله نتابع مقتطفات من تصريحات الراحل المجاهد الرمز حسين آية أحمد ثم نعود. Le général, comment il s'appelle ? Nizar. Nizar, il s'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nues. Il pensait que... C'est pas, comment refuser d'être honoré ? Mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres, tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... Moi, j'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi ça? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe...
ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Alors, la deuxième chose, ben écoutez, moi, je me suis présenté aux élections. Aux en 1999 En 1999. C'était la première fois. Et j'ai fait, je me suis fait violence. Le général Zeroual, qui était à ce moment-là à la présidence, m'a envoyé une délégation en me disant, voilà, moi je démissionne parce que ça ne va pas, je ne fais pas ce que je veux, je démissionne. Mais j'aimerais bien que vous participiez. Sans votre participation, il n'y aura pas disons, les gens n'auront pas de confiance dans ces élections. J'ai dit, mais quelle garantie vous me donnez? Il a dit, vous venez ici, et puis on discute. J'arrive là-bas, je lui dis, écoutez, bon, il m'a dit, mais quelles sont vos garanties? J'ai dit, écoutez, vous êtes là depuis 45 ans, et vous nous donnez 15 jours pour faire la campagne électorale. Je ne m'étais pas présenté. Mais la campagne électorale, 15 jours dans un pays, 4 fois la France. Il m'a dit, je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Tu es président, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai claqué la porte. Et puis après, ben, je vous raconte enfin, un peu ce qui est collatéral, mais qui m'importe. J'ai voulu partir aussitôt. Partir parce que moi, le suffrage universel n'existe pas en Algérie. Il n'existe pas. C'est tout est trafiqué. C'est l'administration qui fait tout. هلا هو مشاهدينا الكرام الراحل أحمد رحمة الله عليه، وهو مثل ما كنتم تستمعون كان رافضا وبإلحاح مسألة السلطة، تعطى له السلطة أو منصب السلطة، يكون رئيسا بدون انتخابات. ثم بعد ذلك كأنه فوجئ بهذا العرض، كيف بإمكانه أن ينال هذا المنصب دون ما انتخابات؟ ثم تحدث عن قبضة الأمن والعسكر في البلاد، وتساءل أيضا عن الضمانات، ما هي الضمانات لإنجاح أي انتخابات في الجزائر، خاصة كان يتكلم عن انتخابات 99، وكيف في تلك المدة القصيرة تكفيه لإجراء حملة انتخابية في الجزائر اللي هي مساحتها أكبر بكثير من فرنسا. ماذا نقول أستاذ عبد الله حول هذه الكلمات اللي خلدها التاريخ لأيت أحمد رحمة الله عليه؟ أشرت من قبل أخي عثمان إلى عملية الاستثمار. نعم، هذا هو الاستثمار الحقيقي، الاستثمار الذي تحتاج إليه الجزائر. والله رأس شعري لحمي شوك، والله هذا هو النضال، هذا هو الرصيد. إنسان يعرف النظام، يعرفه بلغة السلاح، يعرفه بلغة التنظيم، بلغة العمل السري، يعرفه بعد الاستقلال بلغة العمل التعددي وعمل الحريات. فالكلمة هذه الكلمة لها ثمنها، هذا ما تريده الأجيال في المستقبل، ليس الاستثمار الشكلي ندفنونا ما نش عارف. هذا هو يعني كان أحد يعني لا أذيع سرا إذا قلت، كان هناك أحد العقداء في الدياراس قبل بضعة سنوات اتصل وقال تفضل ادخل للجزائر وعندك الكلام، ولا ربما لست وحدي أنا، يعني ربما كانت عندهم خطة أن هذه الأصوات اللي موجودة برا إذا قدرنا بقدر المستطاع، بس بدل ما يزعجونا برا كما كانش فيه المغاربة ذاك الوقت، وكان ربما 5 دقائق هنا في الجزيرة و6 دقائق هناك في BBC وكذا، هذه كانت تشكل إزعاج للنظام في الداخل، حب يقول أنا أمري أموري كلها سمنة على عسل، وأنا لباس وعندي الديمقراطية ورانا ما زلنا واقفين، الكلام اللي تعرفه دائما يسوق فيه النظام. في ظل هذا الإطار، في هذا الإطار تم الاتصال، وأنا وهنا أشهد يعني أمام الله الرجل الذي اتصل وكان من أحد العقادة في الدياراس، والله أتمنى أن يكثر من أمثال ذلك الرجل، كتلة من أولاد العائلات. أنا هنا لا أتكلم على الشخص، لكن أتكلم أنا عن الجهاز. يا عبد الله لازم تدخل، وإذا كان عندك كلام تقوله في داخل الجزائر وفي كذا وكذا، فكنت مازحا أقولت له، ولكني أنا ضد نظام الكفيل في الدول الخليجية، وأدخل للجزائر في ظل نظام الكفيل. قال لي أعوذ بالله، إحنا ما عندناش نظام الكفيل، إحنا الأجنبي إذا أخذ الإقامة ما عندوش كفيل. قلت له ما تقوم به معي الآن هو نظام الكفيل، أنا إذا دخلت تحت حمايتك أنت بأي حق؟ هل أنا علي تهرب ضريبي؟ هل أنا علي جنحة؟ هل أنا علي جريمة ارتكبتها ومطالب من العدالة؟ فإذا عندي مشكل قانوني أنا نحله مع الجزائر. بأي صفة أنا أدخل الجزائر كمواطن درجة ثانية أنت تدخلني؟
ما ادخلش للجزائر اللي دخلني ليها جهاز امني، يدخلني ليها القانون، يدخلني ليها الاتفاق السياسي، دخلني ليها حرية التعبير وحرية الكلمة، ما دخلنيش أنت. ولهذا أي تحمد انتبه لهالمسألة. ولذلك إحنا هذه الأجيال الصغيرة، هذه الأجيال هذا هو الاستثمار الحقيقي. وإلا كان بإمكان أي تحمد، وترى نقول لك حاجة أخي عثمان وربما الأجيال أيضا تعرفها، كثير من الناس أنا بعدما مريت بالتجارب ورأيت ما فعل رونق الكرسي في رموز في الحركة الإسلامية، حولهم إلى شياطين تقاتلوا مع بعضهم وبرروا القتل وبرروا الدم من أجل رونق الكرسي، رونق ضربوا لك الترمبيطة لما تسافر وترجع بالسيارة طيارة الخاصة وما تديرش لاشان والتذكرة نتاعك محجوزة والطبيب معاك إذا جاك الصداع في الطيارة. فيه بعض المغريات الناس يحلمون بها، هذه الطينة الكبيرة التي ما تستهويهمش هذه الشكليات. أنا أعطيني ضمانات على حرية ديمقراطية حقيقية، أعطيني ضمانات على حملة انتخابية حقيقية ونجي معاك. هذا هو الاستثمار الحقيقي رحمة الله عليه. وهو كذلك أستاذ عبد الله أنس، ختامها مسك. جزيل الشكر لك أستاذ عبد الله أنس المحلل السياسي. الشكر موصول مشاهدينا الكرام لباقي ضيوفنا الذين شرفونا بإثراء ملف اليوم. طبعا هو في إطار التغطية الخاصة بوفاة الرجل الرمز حسين أيت أحمد، الدكتور أنور هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية، الأستاذ مصطفى بوشاشي المحامي وعضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، كمال جمازي قيادي في الجبهة السلمية للإنقاذ، ويزيد بوعنان المناضل في جبهة القوى الاشتراكية، ولسنا ندري لماذا لم يلتحق بنا بلعباس يونس بلعباس مصطفى بلعباس اللي هو رئيس التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية الـ RCD في الجزائر. النقاش والتلقي مكالماتكم وآرائكم وأفكاركم ووجهات نظركم حول هذه الذكرى، ذكرى وحول هذه المصاب، حول هذه المناسبة الأليمة لفقدنا أو فقد الجزائر بصفة عامة للرجل التاريخي حسين أيت أحمد. سنلتقي بعد لحظات في مواصلة التغطية بالجزء السادس.